كابتن بلال، ألف مبروك، فوز عريض، بس هل كنت تتوقع قبل المباراة؟ أصل الكابتن عادل دايماً بيبقى حتى لو النتيجة 4 أو 5 أو حتى النتيجة يعني مطمئنة قوي، هو دايماً بيقول لك إن الحسم بعد صفارة الحكم في المباراة الثانية. الكابتن عادل بيتكلم، هو راجل مدرب يعني بالظبط، وعاش الاجواء بتاعت ان انا ابقى كسبان وخايف ان لعيبتي تنزل تريح شويه، وخايف ان اللعيبه يحصل فيه مشكله لكن لما نيجي نتكلم بوجهه النظر يعني المنطقيه، الاهلي فريق كبير طبعا، واضح فرق الامكانيات ما بين الاهلي وبين الترجي، فرق امكانيات كبيره جدا جدا حتى على ملعب الترجي، امكانيات بدنيه، امكانيات فنيه، التاكتكس اللي لعب بيها النادي الاهلي النهارده تمام اعلى بكتير جدا من اللي لعب بيها الترجي النهارده. صح، ده نتج عنه انك سجلت 3 أهداف بره ملعبك تمام. خد بالك انت 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 ممكن تلعب فرص يعني اقل من الترجي ما تسجلش فيها، لكن انت لعبت بشكل جيد، استغلت الفرص اللي اتيحت ليك بشكل جيد، مش بشكل ممتاز ولكن بشكل جيد، لانك انت النهارده اتيحت ليك فرص انك تسجل اهداف، واتيحت ليك كرات انك تصنع منها تسجيل اهداف مره تانية. صح، فاهم؟ النهارده عجبني جدا حاجتين لعب بيهم النادي الاهلي النهارده، قفل كويس قوي ولعب على المرتده بشكل سريع جدا 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 يا كابتن. النقطه الثانيه، استغل الكلام اللي قلنا عليه، تقدم الاطراف بتاعه فرقه الترجي واشتغل عليها، زي ما برستاو سجل الهدفين تمام، وزي ما اتيحت فرص لحسين الشحات وتسجلت منها الهدف الثالث برضو، اللي هي الطرف اليمين بيتحرك حسين الشحات بيروح، وكذلك ناحيه اليمين ناحيه برستاو. الاهلي اجاد بشكل رائع جدا 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 المباراه، انت كيفتها بالشكل اللي انت عايزه من اول مباراه لاخرها، انت اللي بتتحكم في رتم. النهارده فرقه الترجي فرقه انت خليتها فرقه قليله في الماتش تمام، من الضغط بتاعك في نص الملعب، ومن التحولات السريعه اللي انت بتعملها، ومن الدفاع الكومباكت اللي انت بتعمله في اوقات كتيره جدا، خليت صعبت المباراه على فرقه الترجي بشكل كبير جدا يا كابتن هاني. صح، الهدف كمان بتاع بيرستاو مش اداك اريحيه، بس خلى الجيم حلو بالنسبه لك، خلى نفسك تتفتح على الجيم. في فرق بتبقى انت نفسك تسجل هدف عشان نفسك تتفتح على الجيم عشان تلعب. النهارده اتفرج على اليو ديانج فايق بشكل كبير جدا جدا، مروان فايق النهارده بشكل كبير، حمدي فتحي رائع النهارده، كل يعني معظم يعني كل الفرقه فرقه النادي الاهلي طبعا، برستاو ده السوبر ستار بتاع النهارده الحقيقه، يعني هدفين رائعين، الهدف الثاني طبعا رائع جدا 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 جدا، مسافه طويله وبيرقص واحد والثاني والثالث وبيهوش وبيحط جول حلو قوي 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 قوي، يعني رائع جدا جدا. برستاو يعني وجهه نظري هو مان اوف ذا ماتش النهارده، يعني عمل كل حاجه في الكوره تقريبا يعني. فالاهلي كاداء جماعي رائع، واداء فردي النهارده الاهلي برضو رائع. هل نقدر نقول الاهلي ان شاء الله في الفاينل؟ يعني بنسبه كبيره ان شاء الله، بنسبه كبيره، بنسبه 70-80% ان شاء الله الاهلي ان شاء الله رب العالمين. بس هل ده معناه ان اللعيبه تريح؟ لا مش معناه ان اللعيبه تريح، لان انت خد بالك انت الجولز بتاعتك هي البطوله مش الوصول للفاينل. انا النهارده ممكن لو انا فرقه صغيره هقعد اسقف واهلل واقول برافو خلاص خلاص وصلت النهائي، لكن انا كنادي اهلي الاهداف بتاعتي مختلفه، مش الهدف توصل الهدف الوقتي او اللحظي انك توصل للفاينل، ده وضع طبيعي، وانت خطيت منه خطوه كبيره جدا 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 بفوزك بره ملعبك 3-0. يعني الفرقه اللي تكسب بره ملعبك 3-0 ومستني ان هي تتغلب بره جوه ملعبها 3-0، لا ده مش فرقه كبيره، يعني لا مش فرقه كبيره، استحاله يعني. يعني مع الاهلي برضه استحاله، يعني الاهلي الاهلي فريق اكبر من كده بكتير جدا يا كابتن، انه يكسب بره 3 وتغلب في ملعبه 3، لا ده الاهلي اكبر من كده. في حاجه كمان، الاهلي بيعيش افضل حالاته الفنيه حي الفتره دي، حي انسجام غير طبيعي، اللعيبه اللي بتلعب بقت حافظه، احنا كمان بقينا حافظين التكتيك اللي بيلعب بيها كابتن. الارقام طبعا الارقام حلوه جدا جدا طبعا، دي حتى الثلاثيه هقول لك الرقم دلوقتي بتاع مستر كولر بتاعت الثلاثه طبعا الثلاثيه السنه دي تقريبا، السنه دي 8 او 10 تقريبا كتير. حاجه هجيب لك الرقم بالظبط دلوقتي على ما اعتقد دي ال 12 دلوقتي، كنا 11 مره قبل كده، دي ال 12 او على ما اعتقد ال 12 هجيبها دلوقتي ان شاء الله. الثلاثيه ده السلعوه، الثلاثيات كتير الحمد لله رب العالمين، وفي ميزه مهمه دور السلعوه، في ميزه خلي بالك، في ايجابيه مهمه جدا جدا في ماتشات الاهلي، تقريبا احنا بقى لنا 8 او 9 ماتشات ما دخلش فينا 12 ما دخلش فينا 12 مباراه 12 لا ثلاثيه ايوه 12 ثلاثيه ايوه
ما دخلش بقالنا فتره بقالنا فتره كبيره جدا يمكن 8 او 9 ماتشات بنحافظ على الشباك نظيفه تماما. طبعا لا انت ما كابتن علاء قال لك الارقام بتاعتك اللي بتحققها كابتن ايمن ارقام كبيره ارقام مخيفه ارقام تاهلك انك ان شاء الله باذن الله السنه دي تاخد كل البطولات باذن الله ان شاء الله السنه دي يعني ان شاء الله باذن الله. مباراه الفاينل هتكون مباراه صعبه اكيد انا يعني خليني يعني بقول على الفاينل لاني عديتنا كده انا لا انا بعتقد الفاينل على طول لا انا بعتقد كابتن عادل هيزعل لا مش انت ما انا بقول لك كابتن عادل بيتكلم من وجهه نظر مدير فني اللي عنده مسؤوليه وعنده بكره وعنده ماتش اللي جاي فلازم لعيبته تبقى حريصه ان هي يعني ما يعني تنزل الماتش مش باريحيه. فاكر الكابتن جواري مره كنا كسبانين بره 5 سوازيلاند كنا في سوازيلاند كسبانين 5 ودخل ادانا محاضره كاننا خسرانين والله وعندنا ماتش العوده في القاهره في سوازيلاند كسبنا خسرانين 5 يوم مره كسبنا 5 هناك كسبنا 3 هنا 3 هنا كابتن صلى على النبي كابتن عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام لا هي وجهات نظر هي بس المدير الفني مش عايزك تهدى كده ما انا بقول لك ما بقول لك كلام كمان معلش يا فندم كمان كابتن جواري الله يرحمه كان حاله الموضوع ده مش طبيعي لازم دايما يحطك تحت ضغط لازم يقلقك هو طبيعته كده وكان بيوصلها لعيبته بس الحلوه بلاقي انك بتبصلها بطريقه ايجابيه مش سلبيه اللي هو عادي بيدور عليها ان هو انا بخوفك بس ايجابي انت النادي الاهلي بقيمتك وعظمتك وجماهيرك دي اكيد ما تخيلش ممكن يحصل حاجه كده معاك اكيد طبعا يعني طبعا يعني بص يعني هي برضو يعني تختلف من واحد لواحد ومن شخص وحتى يعني انا ما اشتغلتش مدرب قبل كده يعني تمام بس اعتقد انا لو انا مدير فني لو انا مدير فني على فكره هقول لعيبتي كده نفس الكلام هقول لهم لازم الشوط الثاني يبقى افضل كمان مش يعني بص الفوز في حد ذاته جيد جدا لكن انا عايز يعني اعزز الفوز بتاعي يعني مش معقول اكسب 3 بره واجي هناك اتغلب في ملعبي حتى 1-0 يعني مثلا عشان انا كسبان 3 بره لا ده انا باكد خد بالك انت تاكيد المكسب في المباراه اللي جايه ده مسج للنهائي للفرقه اللي هتلاعبها في النهائي خد بالك ما الفرقه بتتفرج عليك تمام انت برضو جزء كبير جدا من مكسبك للماتشات الضغط اللي انت بتعمله على الفرق من مكسبك قبليه يعني انت ضغط الفرق بتتفرج على الاهلي في الدوري كسبان 3 وقبل كده في افريقيا 3 وانت صاعد ومد الهلال جامد بتعمل ايه؟ انت النهارده بتدي رساله رعب للفرق بتنزل نفسيا قلقانه منك شويه خايف عنده رهبه على عكس ما انت مثلا جاي كسبان 1-0 بالعافيه ولا جاي متعادل ولا على ملعبك متعادل فالفرقه تاخد حتى اللعيبه نفسها تاخد ثقه انما لما تشوفك بالشكل ده بتضغط وتقطع وتستلم وتعمل هجمه مرتده سريعه وكل كره ضاغط فيها لا فطبعا انت هتعمل لك الف حساب هيخاف منك على الاقل يعني هيكش شويه ما يبقاش جاي ما يبقاش انت بتلعب مع فرقه وهي فرده تلح عليك وهي مثلا لا ده احنا بنلعب فرقه معلش لسه تمام او بنلعب فرقه مستواها الحالي مش جامد لا الاهلي قوي الاهلي قوي جدا والنهارده اثبت ان هو قوي جدا جدا في الملعب احتكاك الاهلي قوي جدا كره سريعه الاهلي بيلعب بشكل رائع جدا تحولات النهارده من الدفاع للهجوم رائعه جدا اللعب على الاستغلال الوينجات تمام رائع جدا للنادي الاهلي النهارده ممكن النهارده لو استغلت كل الفرص اللي اتيحت لك ممكن النهارده المباراه تخلص 5 صحيح